كشف النائب عن الإطار التنسيقي عن وجود تحركات تقودها أطراف فاعلة في المشهد السياسي للتقريب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي رغم توقف الحوارات بالوقت الحالي، مشيرا في تصريحه إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد الكثير من التغييرات. لغاية اللحظة لا يوجد جديد، لكن هناك تحركات من بعض الأطراف لغرض تقريب وجهات النظر. نأمل الوصول إلى نقاط مشتركة لغرض المضي بتشكيل الحكومة، لأنه لا سبيل ولا مناص من حكومة الشراكة الوطنية. لن تختلف عن جلسة يوم السبت ما لم يتم الاتفاق والتوافق على إجراءات تشكيل الحكومة.